يقول أيضا: هل يجوز للحاج وهو يسعى أن يجلس أو يقف ليستريح ثم يواصل ويجلس وهكذا؟ نعم يجوز له هذا، وقد ذكر أهل العلم أن المولاة بين أشواط السعي سنة وليس بشرط. نعم. وعلى هذا فله أن يستريح ولو طال الزمن ثم يبتدئ السعي، ولكن كلما كانت الأشواط متوالية فهو أفضل بحسب ما يستطيع. لكن طول هذا الزمن هل يباح له أن يخرج من المسعى؟ نعم يعني يباح له أن يخرج، يعني يذهب يقضي حاجته أو يشرب أو ما أشبه ذلك.